كما كتشوفوا حبايبي بهادشي راه كيجيو بحال بحال الرزيزه. ها انتم السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله يعطيكم تكونوا بألف صحة. شهيوتنا اليوم واحد الفطيار ان شاء الله للعيد، مسمنات العيد اللي كيجيو زوينين، كيجيو هكا محلوين وزوينين. بغيت تعرفوا الطريقة والمقادير تابعوا معايا المراحل. غادي نبداو على بركة الله حبيباتي. عندي هنا واحد القدر ديال الفينو اللي هو الدقيق الصفر، وعندي هنا الفورص، غربلت الفينو. غادي نزيد عليهم واحد المعلقة ديال سنيدة، وغادي نزيد عليهم خمارة واحدة، وغادي نزيد مليحة ونخلط هادشي هو الاول. هاكا تيتخلط لي مزيان، وغادي نزيد كاس دانون طبيعي السوس. اللي ما عندوش هاد دانون طبيعي وما لقاهش، مثلا الناس برا ولا سرس ليا قبل ما يطيح، يدير كاس الحليب، يدير سترة الحليب، يعجن المسمن بالحليب، راه تيجي حتى هو فن بزاف. شي نهار غادي ندير لكم هاد المسمن اللي معجون بالحليب، صراحة كيجي غزال، يعجن بالسترة ولا ما كفاش يكمل بالماء. صافي أنا درت دابا كلشي، غادي نبدا نجمع بالماء، الماء بارد مثل عفوا مروبين ماشي من التلاجة. كتشوفوا حبيباتي العجينه المسمنة ما كتكونش مطلوقه، وما كنبقاوش نرشوا فيها بالماء بحال العجينه الخبز، غتخليوها واحد شويه قاصحه ماشي بزاف بحال هكا نتوما كتشوفوا، وغتعطي واحد الكبير الكف ديال اليد هكا. واللي عندها العجانه ديرلها العجانه تعجن مزيان ودار في بلاستيكه وتغطى، وسيروا قدو شغلكم حتى لو كان يوصل وقت المسمن عاد بداو. انا كنخليه يرتاح واحد 4 سوايع ولا 5، صراحه كيجي زوين هذا، كيجي مسمن مخير اللي كيبقى تياخذ راحته، ما تزربوش عليه، عجنوه بكري وسرو قديو شوكم عاد ديروه هوايا. ومن غنكمل العجينه، من غنكملها غادي نديرها في بلاستيكه وندير لها شويه الزيت ندهنها ونخليها. وكتشوفوا حبيباتي انا خليت المسمن تطرخه، عاود خرجته هنايا كما كتشوفوا كويرات واحد ربع ساعه زدته. هنا في البوطاجي كندير الزيت، ما كنديرش الزبده، حتى درتو الزبده غتولي ناشفه، ما تبغيش تفرق لكم المسمنه. مع ورقه مزيان تولي تبان لينا رخامه من التحت. دابا غادي ندير شويه الزبده، انا هاد الزبده راه ديال العبار كتعجبني المذاق ديالها الصراحه في المسمن كيجي زوين. ديروا نتوما الزبده اللي بغيتو، نجيب هادي هاد لاباري، هادي كدير 20 درهم، خديتها من ضرب عمر نيت، هي في مرجان دايره واقيلا 30 درهم. المهم انا كنبقى غدا معاها هكا وما كنفرقش الفوق، غير كنوصل وكنحبس. انا عندي اللي عنده الماكينه ديال الشباكيه حتى هي كتخرج بحال هذا المسمن زوين، غير انا ما بغيتش تخدم بها حيت ماشي كلشي عنده. ان شاء الله مورا ندير لكم بات هي واحد بحال الرزيزه، كيجي حتى هو زوين كما كتشوفوا. ما خليت حتى بلاصه، كلشي شرطها. دابا غنشد يدي غندهنها ونبدا ندير لها هكا. بالنسبه للماكينه ديال المسمن ديال الشباكيه كنديروا المدلك قدام الماكينه كنجمعوا عليه. المهم ها انتما شتي غندير لها هكا، هي راه ملي غنبدا نطيب ان شاء الله غيتحل. شوفها نعاود معكم واحد اخر، فانا ورقتها تاني مزيان وغادي نتم تاني غدا معاها. هي هاد الآلة هادي راه ديال الربيع، ولكن في الحقيقه راه كتسرع هاد المسمن كتجيبو زوين. انا كنديرها شكاع الربيع، كندير البراده
انا غادي نبقى غدا نكمل هاد الكميه اللي عندي كامله المسمن ونرجع معكم ان شاء الله في الخبز ديالها. شوفوا حبيباتي انا خليته مرتاحو مزيان باش يجيونا ساهلين في التكراس. كنكرصوهم بهاد الصبيعات ويجيونا حلوين عكس المربعة اللي خصنا نديروها بالكف. غادي نرشينا شويه الزيت اذا بقى الوقت ان شاء الله وما كانش العيد بالحد غنحط لكم شي تويشيه اخرى عاوتاني للعيد لائده الفطور ان شاء الله. انا حديت واحد البروغرام عندي ان شاء الله الغرف غادي نحطهم لكم ان شاء الله قبل من المسمن. وكاين المسمن وكاين موراه كيكه وكاين الدجاج ديال الدجاج محمر اللي بغيتو ديروه نهار العيد حتى هو غادي نحطو ان شاء الله مع خبيزات خفاف هادي حتى هو نتا ما كندوز بهم التاجيل العيد حتى ما شاء الله. داكشي علاش ما بقاش ليا الوقت باش نحط لكم مسمنات اخرين. المراكين مسمن بزاف هاك الافطار ديال مائده الافطار ان شاء الله. منبداوش عليهم بالتدوار هكا كما كتشوفوا حبيباتي راه كيجيو بحال الرزيزه هانتوما. غادي ندير هادي سخونين بزاف. شوفوا حبيباتي راه كتجي كلها هكا كتجي بحال الرزيزه تقريبا. راه هذيك ما مخدوماش باليد هذه مخدوماش باليد الرزيزه كتكون مخدومه باليد. بالنسبه لهذه في السخونيه ديالها راه كتبغي الكسكاس بحال شكل الرزيزه كتبغي تفور في الكسكاس باش ما تجيناش قاصحه حيت ملي كنبغيو نسخنوها كتجي قاصحه. دابا غنحيدهم هانتوما حبيباتي بالنسبه للعافيه حبيباتي ما تكونش مجهده باش يطيب لنا من الداخل. انا حتى البلانشه راه كتخدم وكتسكت يعني كتخدم دابا راه ساكته هذيك الصوت اللي كيبقى ديالها هو فاش كنطيب كيطيب على خاطر. حاولوا ما تكونوا طيبوا فيه تحملوا تقيسوا على يدياتكم. انا يديا صافي راه ولاو نضاب ديال السخونيه مابقاش كنحس بالسخونيه كاع. يلا تحركوا صبيعاتكم كنبقى هكا كنبقى مقابلاها ما كنزقش عليها زعما. شوفوا صافي هادي راه طابت ونحيدها وغادي نبقى هذا تنكمل هاد الشيء اللي عندي كامل ونرجع معاكم ان شاء الله في الشكل النهائي. كتشوفوا حبيباتي هادو هما المسمنات الاخرات اللي بقاو يعني كلهم كيصدقوا مع التبسيط كله كيجي هكا كاينش شي وحده اللي كتخسر كيشابه بالرزيزه وماشي بحالها 100% ولكن نقدر حتى هو نقولوا راه خو الرزيزه بحالها. انا حيت ما كنعرفش نديرها بالليل ما نكذبش عليكم ما كنعرفش ليها حيت صعيبه شويه وكتبغي الخاطر بزاف. الطريقه جاتني انا مسلكاني هي والماكينه ديال الشباك حيت هي مخيره كتجيبها زوينه غير كما قلت لكم العافيه ما تكونش عاليه بزاف حيت الا تحمر راه ميبقاش يجي ميبقاش يبغي يتحل لكم. يلاه كيبدا يبغي يطيب بداو نتوما كتحلوا فيها هكا بيديكم شتو كيتحل. وهذيك لاباري اللي وريتكم هذيك التويشيه اللي وريتكم راه كدير راه كاينه في مرجان
كدير 30 درهم و 25 درهم وضرب عمر ب 20 درهم. شوفوا حبيباتي مسيمنات ديالنا ولا الملويات ولا الرزيزات اللي بغيتو تطلقوا عليهم تطلقوا عليهم، ها هما سالاو كيجيو على هذا الشكل، كيجيو زوينين وكيجيو مورقين كما كتشوفوا. كيف ما العاده الى عجبتكم الحلقه ما تنساوش تخليو لي واحد لايك، واللي ما اشتركش يشترك وبارطاجيوها مع حبابكم باش تعملوا فائده. وخليت لكم الراحه وفي امان الله وعواشر، مبروك عليكم.